رؤساء المقاطعات على التفاهم ديالنا ان النقط ما يمكنها تدرج في جدول الاعمال الا بعد استكمال جميع الوثائق المطلوبه. رسمنا رؤساء المقاطعات وكنطلبوا منهم على ان الشيء ديالنا زعما هي اولا يعطيونا البرنامج طيله مده الانتداب، ثانيا لان الميزانيه كتخصص دوره اكتوبر وبالتالي خصنا نعرفوا القيمه ديال الميزانيه اللي غادي نديروا سنويا. وبالتالي من دابا كنقول لكم على ان استعدادا لدوره اكتوبر خصنا نتوصلوا بهم بهاد الاسابيع مع جميع الوثائق ديال الملف. قلنا طبعا راه السي رخيص حتى هو كان سول علاش وتفهم الموضوع واشكره لان كان الغلبة توبوغرافيك معكم. وبالتالي اليوم تشكرات خالصه لرؤساء المقاطعات اللي سهروا على هذا اللقاء، وطبعا يعني خصنا نتعودوا على اننا نشتغلوا بهذه الكيفيه لان النتيجه اللي توصلت لها اليوم لجنه التعمير فكانت طبعا نتيجه هذه العمليات اللي قمنا بها وهذه الاستباقيات اللي درناها. وطبعا تشكرات للموظفين الساهرين على هذا اللقاء.